اسمحوا لي، اسمح لي يا سي عزيز، هذه الحكومة ديالك ما كتعرفش الدبز، ما كتعرفش تصالح. خرجتي كدبز مع خرجتي كدبز مع الناس ديال التعليم في الاخر، درتي لهم كل شيء اللي بغاو، زدتيهم 1500 درهم وداك الشيء، ورجعتي عاوتاني خرجتي وعاوتاني شديتيهم منهم شي وحدين، قلتي لهم لا هادو خصهم صافي، تصالحتي، ما كاين لا منك مجلس تأديبي ولا والو، بركة صافي. نفس الشيء دابا عاوتاني مع الطلبة، حتى وصلتي لواحد النهار اللي صوتوا تقريبا بالنصف باش يمشيوا معاكم، عاوتاني مشيتي وكتخرجوا لهم هذاك 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 السيد اللي باغي يجيب لنا الشيخات نقراوهم، قراو عليهم في الجامعة، انت ولا حتى هو ما تيحشمش، فهمتي؟ سي نورمال، انسان انسان. اش غنقول لكم الاخوان، راه والله الا اكاد اقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، باش يكون المغرب فيه وزير التعليم العالي مشغول بالشيخات يقريهم لينا. اسيدي الشيخات ماشي شغلك، حنا يعجبونا الشيخات ولا ما يعجبوناش، هذا ماشي شغلك، حنا كنتصنتوا ليهم الا بغينا وتيعجبونا، والمغاربه كيجيبوا من الحفلات ديالهم والعرسات ديالهم وصافي، وانت جايب بغي تقريهم لينا في الجامعه، وهذه مصيبه. هذه اش غيتربح الا قريتيهم لينا في الجامعه؟ واش 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 الا بدينا كنعرفوا الاسماء ديال الشيخات وكذا الى اخره، غادي 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 نحلوا مشكل علمي في المغرب ولا مشكل اخلاقي ولا؟ قول لنا شنو غنديروا. هذيك واحد 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 التعبير شعبي كاين، يعني انت وزير اعرض عنه، خليه، ما قال لك حد، لا تعاديهم لا تاديهم لا والو، راه فيهم 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 ناس مزيانين وفيهم ناس خايبين بحال كل شيء الناس، فهمتيني ولا لا؟ ولهذا راه خربوشه، باقي الناس كيتكلموا عليها وعلى البطولات ديالها الى اخره اليوم، ولكن ماشي تجي انت تقرينا، فهمتيني ولا؟ شنو كانت كدير الشيخه الفلانيه وشنو كانت كدير الشيخ، الله يلعن اللي ما يحشم. هذه هي الحقيقه، هي هذه. ولكن الاخوان ماشي غير هذا الشيء، وهذه الحكومه هذه، حنا دابا بكل صراحه على هذه الحكومه ما عطيناش اتساع، ما عطيناش الراحه، باقي ما كملناش، متشايع على الامه العربيه والاسلاميه. اسمحوا لي يا الاخوان، راه ماشي غزه اللي في خطر، امتنا العربيه والاسلاميه كلها في خطر، وخصوصا اهل السنه منها، باش تكون معكم زعما واضح. ما يمكن ليناش ننكروا ان ايران هي محور المقاومه اليوم، كون زعما بصراحه، وهي اللي كتساند بالدرجه الاولى، يعني محور المقاومه اللي وقف وجه افغانستان، وجه اسرائيل. ولكن احنا اهل السنه والجماعه 90% ديال المسلمين، يكون عند ايران دور، انا ما عندي مانع، ولكن 90% فينا هما؟ فينا هو الدور ديالنا؟ ما نتكلمش على الدول اللي كتصيفط لاسرائيل يعني 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 الماكله والشراب والفواكه والمياه والما نعرف شنو والما نعرف شنو والما نعرف شنو، مما يجوز ومما لا يجوز شرعا، لاننا في حاله حرب معها، ما دام هم يقتلون اخواننا فنحن في حاله حرب، هذا هو الشرع، كل الامه في حاله حرب. لو كان هنالك سبيل، يعني كيخص الرجال والنساء يخرجوا يمشيوا لتمايا بدون اذن الازواج، ولكن كاين الحدود والسدود والفيزات وما نعرف شنو الى اخره. فهمتي؟ اللهم اني مغلوب فانتصر، فهمتي؟ ولكن انا تنشوف باللي انا لست ضد حكام العرب والمسلمين، ولا ارى ان 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 انا ملي كنشوف شي خطيب كيشتم في حكام العرب والمسلمين تيبقى في الحال، تنقول هذا السيد ما كيفهم حتى حاجه، هذا واحد الوقت ديال التقريب والتغليب اللي تيقول، ماشي ديال المغالبه اللي تيقول السي احمد الريسوني حفظه الله. هذا الوقت اللي نقصوا من النزاع والخلاف بين شعوب الامه وبين حكامها، ونصحوا ونقول لهم اودي راه حنا ما قلنا لهم شو، ماشي حنايا، حماس ما قالت لهم شو، اودي دخلوا معنا في الحرب، فهمتيني ولا؟ ولكن راه هذوك خوتنا، وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم، وما تعتقدوش باللي الا هزمتهم اسرائيل في صالحكم، الا هزمتهم اسرائيل هزمتكم، هزمتكم، لان النهار اللي تهزموا العرب في 48، النهار اللي تهزموا العرب في 67، فهمتي ولا؟ النهار اللي تهزموا العرب في الحروب المواليه الا ديال 73، راه كل الامه انهزمت، وكلها. انا في 67 كان عندي 13 عام، وباقي كنشعر بالضيم ديال ديك الهزيمه. ومن اللي جات فرقه مسرحيه في 68، مشيت ترشحت نفسي باش نمشي معاهم، مع الاسف ما رشحش نفسي في المسرح اللي حضرت فيه، لا غدا مشيت عندهم للفندق النجم الكبير اللي كان في الكرونت اوتيل،
قلت لهم بغيت نمشي انا لفلسطين، كان عندي 14 عام. قالوا لي سير سير, سير السفاره المصريه. طبعا ما عرف انا قاعد ديك الساعه السفاره المصريه فين كاينه، فهمتيني ولا؟ وما مشيتش بكل تواضع. فخصنا انا كنظن الامه العربيه اليوم بالخصوص الدول ديال اش كيتسموا ديال الطوق ديال الجوار، طوق او جوار او السعوديه ماذا، فهمتيني ولا؟ والسعوديه ومصر فهمتيني ولا؟ والدول الكبرى فهمتيني ولا؟ وتركيا خاص، والمغرب والجزائر فهمتيني ولا؟ هاد الاخوان ديالنا الجزائريين ما عرفتهم شنو كيدوز لهم في الدماغ. العالم داخل في تحولات، والمرحله ديال الهيمنه الغربيه المطلقه ما بقاتش، وربي اللي عالم اش غيوقع غدا وبعد غدا اش غنلقاو. فأين سنجد أنفسنا؟ هل مع روسيا أم مع الصين أم مع أمريكا أم مع الهند أم لست أدري ماذا؟ ولكن إلا كنا مفرقين دابا بغيت غير نعرف واش هاد الحكام العرب قراو داك الشيء اللي قرينا ولا ما قراوش. ملي كنا صغار إلا كتعقلوا كان واحد درس فيه واحد السيد كيجمع ولادو تيجيب لهم واحد القطة ديال العواد وتيعطيهم العواد واحد تيقول لهم كل واحد فيكم يهرس العود ديالو. كيهرسوه كيتهرسوا، كيجمع داك العواد الاخرين وتيصوب قطه كبيره وتيعطيهم للولاد تيقول لهم هرسوا هذا العواد، تيقول لهم ما قديناش نهرسوهم با. اذا ملي كتكون مجموع ما غاديش، خصكم توحدوا. انا اناشد حكام العرب والمسلمين خصوصا الدول الرئيسيه فيهم والمغرب منها انهم يوحدوا السياسات ديالهم بالخصوص الخارجيه وبالخصوص في مقابل اسرائيل. وأنا متأكد أن إسرائيل يعني والولايات المتحدة لأنها هي الفاعل الأساسي. إذا كانت في اللغة ديال القانون هكذا كتسمى، مش كتسمى سي دريس الفاعل الرئيسي، فهمتي ولا؟ في هذه الجرائم اللي كتوقع مع الأسف الشديد، فهمتيني ولا لا؟ وراه شحال مرة تنفكر باش نصيفط شي رسالة لهذاك بايدن، لانه جمعات بيني وبينه واحد الظرف لطيف الى اخره، وهو تيفهم الفرنسيه، فهمتي ولا؟ ما عرفت واش باقي كاين شي منفعه في هذا الموضوع ولا ما كايناش، فهمتي؟ يعني تنقول ما تنقول لهم وحدوا السياسه ديالكم، وطالبوا الولايات المتحده باش توقف هذا الشيء هذا، وطالبوا اسرائيل باش توقف هذا الشيء هذا، وهدوهم واحد شويه. الملك فيصل رحمه الله هددهم بالبترول، ما قال لهمش انا غنهجم عليكم. الملك فيصل ما عندوش باش يهجم حتى على، فهمتيني ولا؟ ديك الساعات عنده جيش بسيط، دابا يمكن الجيش السعودي تطور، ولكن ديك الساعات راه كان هددهم بالبترول وتوقفات واحد العدد ديال الامور رحمه الله. ديروا شي حاجه علاش يرحمكم الناس ملي تموتوا؟ غتموتوا غتبقاو الى الابد فوق هاد الكراسي ديالكم العروش ديالكم، ما تبقاوش الى الابد، غاديين تموتوا غتلقاو الله سبحانه وتعالى.